الو بركاته والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جيتكم بالوصفة تاع البقلاوة بالعجينة اللي راح نبداها معكم. هنا راني درت 3 كيلو تاع الكاس تاع الفارينة، هاد الكاس هذا بلي ميزور تاع 3 ميزور تاع لافارين، و نطموها بالماء الزهر والماء شوية، الماء بوكو بليس الماء الزهر، حبة بيض، قرصة ملح، مغرفة تاع الخل، ومغرفة تاع السكر. فوالا كاس تاع ليدا ما يكونش معمر، تنقصو ان دوا. وهنا درت سيم ودرت مدينة ليدا، مدينة بالعبار تاع هاد الكاس يعجبني بزاف. عبروا كل وحدة تعبر بوش عندها بوش تقدر. هنا راني نقصت قيس ان دوا هاوليك. دوك هنا لازم تعجنوها لي دوكا شويه دقيقه بر هاك شويه بوك تحق العجين. وتخلوها ترتاح ترتاح من الاحسن ساعه، سينو اما نص ساعه. انا راني درتها دوك نخليها هكداك نص ساعه ونديرها معاك. ودوك نولي ليكم فوالا. هاوليك اللوز بعد ما حمصتو شويه، شوفو كيفاش يجي. ما يجي ما يجي رقيق، ما يجي خشين، باش الحبه تجي شابه كي تجي حد قطعيها. دوك هنا نكيل شحال يجوني، شحال من كيلات. هنا ندير كيلات ما نعمرهمش. هايليك شوف، وحده زوج ثلاثة. انا حندير هاد السنيوة صغيرة، هادي صغيرة هكذا تلفد 21 حبة. دوك ندير السكر، هاوليك كيلا كيما فوالا. نديرو القرفة، زوج مغارف تاع السمن هاكا، و نخلطوه. انا لي لا روم دو فاني ما درتش ليك سكر فاني فلافات، نحب نديرو هنا تاني شويه، نحب يعجبني بزاف.
نحب نديرو في اللوز. دوك نطموه ماشي نعجنوه، شغل نوصلو هكذا نطموه ويتكسر، لازم يشد روحو برك يتفركك كما يقولو. يلا هذاك ويند واحد الريحة ما شاء الله. هكذا برك ندوك نولي ليك عايلك هنا. بعد ما خليتها ارتاحت نص ساعة، هي من الأحسن ساعة ساعة تجيكم ياسين، نص ساعة تكون مصوبة مليحة. هاديك من نص ساعة جات هايلة هايلة. هنا دوك نقطعها هنا. راني درت الفرينه سيمه وليدام درت المرجان، وهاديك حبه بيض اللي درتها تعطي لها اللون شباب لاباط وتولي سمات قد ما تحلي قد ما تتقطع لكش لاباط تاعها، تجي هايله بهاديك حبه بيض اللي زدناها. عندك جات لاباط تاعها تشهي. انا دوكا راني درت 6، هي نورمالمون دير 5 من تحت 5 من الفوق، مي على بالي بلي نحل كتر. فوالا هادي اون بول دير لي كتر هكذا. ندير الثوم هادي المايزينا باش نحل، وليدان باش ندير البلاطو. ودوك نبدا معاكم نشوف كيفاش جات. هنا دوك ندهن معاكم البلاطو، هنا ندهن معاكم البلاطو. هنا دهنوها بيان باش ما تحرق لكمش. باكا كنت تشوفو بيا مليح. هاديك نديها معاكم في الماشينة، نبدا بالأول. أنا نصوطي ندير لا تخوازيام. وكان كان نقلا سانكيام بعد لا سيزيام. هنا دوك نروحو لا سيزيام.
هنا جات طويله بزاف. نديرو هاسيسي شوفوا كيفاش تجي، قد ما تجبدي قد ما تتنجبد. راك راكو تشوفو فيا مليح، دوك نولي دوكا. فوالا هنا دوك نواسيها بليدان، هكذا ودوك نولي ليكم هايداك. يعني درت خمس طبقات لا سانكيام، دوكا ديك ندير لها ديدا وندير لها الحشو تاع لا فارس لي وجد راها تاع اللوز. درت خمسة من تحت ودوك نزيد خمسة من الفوق. هاي هيك دوك نشوفو شحال تفيد الما، هايلك ودوك نكملها معكم. شوفوا
انا عندي دوك هاد المول هذا نسيت ندير هكذا. غلط راني من هاد الجهة ما شفت من هيك. هو يتباع داك المول اللي لاصق 4، كل يوم نقول نشريه نشريه ما شريتوش. بعد ما طابت دوك هي راهي سخونه وندير لها غسيله. انا ندير المرجان، المرجان عنده ذوق هايل. ديريها نجي هكا هايديك هنا بعد ما طابت راني نغسلها بالمرجان. ونورمالمون تبات ليله كامله. انايا درتها وقطعتها تمتم، ما خليتهاش تبات وخرجت ما شاء الله. جات واحد البقلاوة عندي ما نقولكم، واحد بنة ذقتها بالحرفات و
ليك ان شاء الله تعجبكم. هذا تزيين اختياري، كل واحد كيفاش يحب يزين. انا زينت بحب حبه بقلاوه، درت لها حبه جوزه، لصقتها بالجلوكوز، والاخرى درتها بنوات كاجو بيستاش و لي سيريز كونفي. هاي ديك الوصفه تاع اليوم، البقلاوه اللي درتها بالعجينه وجات فريمون تشهي وتبان هكذا شويه محمره بيان، كي عسلتها لي ولات فونسي هكذا شويه، هي دوغي. وان شاء الله تعجبكم، و الى عجبتكم ديروا لي جيم وبارك الله فيكم.